تضخم غدة البروستات من الأمراض الشائعة لدى المجتمع الذكوري، تتمثل أعراضه في صعوبة بالتبول، قد تصل بعض المرات إلى حصر كامل ويضطر المريض إلى وضع قسطرة بولية. معظم المرضى بيراجع طبيب المسالك علشان يلاقي حل لمشكلة التبول ومشكلة البربيش. في بعض المرضى بتوصل فيهم الحال للتبول اللا إرادي. بتبلش بعمل فحوصات من ضمنها صورة تلفزيونية للبروستات وللكلى وفحص لهرمون البروستات لتحديد فيما إذا كان هذا التضخم حميد أو لا سمح الله سرطاني. بعد الفحوصات بيبلش المريض على العلاج عن طريق الحبوب المعينة اللي بنعطيها إياه. إذا ما استفاد المريض من هاي الحبوب نلجأ إن نروح للعملية الجراحية، وهي عملية تجريف البروستات عن طريق الإحليل زي ما إحنا شايفين هون، بحيث نقص الجزء الموجود على باب المثانة اللي بيمنع عملية التبول بشكل سلس. بنصح أي شخص بلشت عنده أعراض تسكير في مجرى البول إنه يراجع طبيب المسالك، لأنه هذا بالآخر راح يكون له تأثير إنه بيخرب شغل الكلى عنده.